سلطان صديقي يسأل يقول: معرفة الشخص لنفسه متغيرة ومستمرة على جميع المستويات، كيف نعرف أنفسنا ونوقن كليا بمعرفتنا هذه؟ البوصلة تتغير بسرعة كبيرة مع أشخاص ذوي فرط حركة وتشتت انتباه. طيب يا سلطان، أبغى أقول لك أنا معك في أنه إحنا نتغير، وبالتالي أنا أشوف أنه في كل مرة أنت تقوم فيها في عملية تنظيف كأنك تقابل مستوى جديد من نفسك. في كل مرة تقوم فيها في عملية تنظيف أصلا أنت تبدأ تحط قيم جديدة وتقابل ذاتك الجديدة أو نسختك الجديدة، لأنك شلت في جلدة كذا أنت قشعتها، فأنت تقابل الآن نسخة جديدة منك. لذلك مهم أننا يعني بين فترة وفترة نعرف أنفسنا من جديد. مهم، يعني على سبيل المثال سلم هاوكنز، أنت بتسوي اختبارك الآن تكتشف مكانك، يعني بعد 6 شهور ممكن تسوي اختبار تلقى مكان ثاني، وهكذا. وبعد سنة أكيد إذا رجعنا مرة ثانية السنة الجاية وسوينا تنظيفات واشتغلنا على أنفسنا خلال السنة كاملة أكيد راح نكون في مستوى ثاني، فهذا هو الطبيعي. لكن موضوع تشتت الانتباه، الأشخاص اللي عندهم تشتت انتباه هم مشتتين، لكن هم مش متغيرين، هم عالقين في الحقيقة. يعني الشخص الطبيعي يتغير أكثر من الشخص المشتت الانتباه، فهو عالق، ودرجة شدة ما هو عالق إنه هو مشتت. تخيل كأنك مربط شخص في مكان، هو يقول نعم شو صار، شو اللي ما صار وكذا. طبعا يتصور إنه في آثار مثلا من آثار الصدمات والترومات اللي تكررت مرة بعد مرة ولا تم تنظيفها. ف يعني ما نتصور إنه في تغيير كثير بقدر التغيير للشخص العادي. طيب سؤال تقول: هل الناس رسائل لكي نتعرف على ذواتنا؟ بدون أدنى شك، يعني خلنا نقول مثلا حطيت نية الثراء، طيب بعدين فجأة ظهر في حياتك مليونير، أوكي، ظهر في حياتك مليونير. بالنسبة لي يعني إن هذا الشخص له رسالة يقول لي إنه أنا وصلت لذذبة معينة أو درجة معينة. ما يعني إني بصير مليونير الآن، بس وصلت إلى ذذبة معينة. فنعم، الناس بما يحملونه من سمات وصفات ونقاط قوة ونقاط ضعف وفلاتر ومعتقدات، كلها بالنسبة لنا تعطينا مؤشر وش اللي قاعد يصير في الداخل، وش اللي تغير وش اللي ما تغير، وش اللي قاعد يصير. مو قادرة أوصل لصوتي الحقيقي وأحس التشتت لما أحاول أتصل بروحي. خلينا ما نقفز لموضوع أني أبغى أتصل بروحي، خلينا نقول أنه أنت مو قادرة تميزين صوتك الحقيقي من خلينا نقول نسختك المبرمجة. وهذا يصير أنه مرات أنه انغرس فينا كثير أشياء لدرجة أنه ما عاد أميز هذا اختياري ولا اختيار الوعي الجمعي، هذا اختياري ولا اختيار العائلة، هذا اختياري ولا اختيار الجيران. فنحتاج في هاللحظة أن إحنا ننظف، نحن نشتغل عشان تبين النسخة الجديدة. لذلك أنا كنت أرغب أنه إحنا مرينا على شهرين خلصنا فيهم تنظيف، بعدين ندخلنا نعرف أنفسنا بشكل أوضح. وفتسأل تقول: ما هي الجوانب الأساسية التي يجب أن أعرف فيها نفسي؟ بالنسبة لي أعتقد اللي حطيته في كورس أعرف نفسي شيء كثير، ما أبغى أقول كثير، أبغى أقول جيد، أنه أنت تعرفين هذه الزوايا. لكن لو أتكلم بشكل عام أبغى أقول سلم هاوكنز كثير مهم عشان تعرفين أنت وين مستوى وعيك، وين بتروحين أو من وين جاية. أبغى أقول إنه القوة والضعف كثير مهم، كثير مهم القوة والضعف، كثير مهم. يعني لابد إني أنا هالموضوع هذا أخلصه مبكرا في حياتي، ما يحتاج يعني أتأخر في إني أعرف هذا السايد. أيضا عندي نقطة كثير مهمة اللي هي التطرفات اللي عندي، مهم إني أعرفها. مهم إنه عندي تطرفات مثلا في المعتقدات، يمين أو يسار،
في المفاهيم، تطرفات مثلا في المشاعر، تطرفات في المادة، هذه كثير مهمة. مستوى طاقتك مهم عشان تعرف انت الى وين تضغط. مستوى طاقتك مهم، مستوى طاقتك المادية كثير مهم، تعرف انت الى وين تقدر تدعس، الى وين تقدر تشتغل، متى المفروض توقف شغل، متى المفروض توقف في الطريق هذا، فكريا متى المفروض انت تقول ستوب خلاص ما ابغى ازيد افكار على هذا الموضوع، مشاعري متى المفروض تقول خلاص انا ما ابغى اعطي هذا الموضوع اكثر من هالشعور هذا. فمستوى الطاقة ايضا اعتقد انه كثير مهم انه احنا نعرفه. هذه انا اشوفها يمكن اهم الاشياء اللي نركز عليها. كل ما وضعت هدف يجيني بشكل افضل مما تمنيت، كيف استفيد من هالطاقة؟ معناها في جاب ما بين تصورك عن نفسك او مستوى طاقتك وشي اللي قاعد يجيك، فبالتالي انا احتاج ارفع شوي الطلب. يعني مثلا تقولين انا ابغى هذا الشهر 10,000، فتلاحظين صرتي تلاحظين انه في كل مره تطلبين فيها مبلغ ما يجيك 10,000، يجيك 15,000، كانه يعني مثلا زياده بهالكميه 50% عن الشيء اللي انت طلبتي. فمعناها انت تقولين المره الجايه انا راح اطلب اكثر شويه من المعتاد، اطلب اكثر شويه. اهم شيء انه انت ما ترتبكين، فابغاك تصيدين الخيط هذا اللي تتوافقين فيه مع القدر، بحيث انك انت عارفه طاقتك وبتبدين تضبطين بالضبط الخيار اللي انت تبغين توصلين له. يعني قد يعطيني هذا مؤشر الى انه انت تقللين من قدرك مرات، قد يعطيني مؤشر الى انه انت تعطين يمكن حجم للاخرين اكثر، يعني تعطين شخص 5 نجوم بينما تعطي نفسك 4 نجوم، يعني كذا شويه في هالجاب هذا ابغاه يتعدل. تفاجأت ان الدكتوراه مو هدفي وما زلت اشتغل عليها، هل اكملها؟ تكلمنا في هذا الموضوع اكثر من مره، انه لما تكون في هدف وتكون في نصف الهدف او في اخر الهدف وتكتشف، تعرف نفس الاخر وتكتشف انه انت في الطريق الغلط. انا وصلت لهذه الحالة وحصل لي نداء الروح الاول، وكنت ابحث في درجة الدكتوراه، وكنت في تقريبا في مرحلة يعني متأخرة مو مرحلة مبكرة، فاثرت اني انا اكمل واسلم. ولما ذهبت في يوم المناقشة الرسالة كان الموضوع منتهي تماما بالنسبة لي، بخلاف لما بدأت في بداية الموضوع. بس اني قررت انه انا يعني خلاص، بما انه انا قضيت السنوات الاكثر وانا في هذا الهدف، فالمفروض اني اقفله صح. ما حبيت اني يعني ارمي الجهد، المفروض اني اقفله صح. فاذا كان الجهد اللي وصلتي له هو جهد يستحق التمرير، ممكن انتي ما تستفيدين منه، بس خلاص تسلمين للاخرين هم اللي يستفيدون منه ويبنون عليه بناء، فالمفروض انك انت تكملين. اذا كان الشيء اللي انت سويتيه او بنيتيه حتى الان غير صالح لمساعده الاخرين او تقديم هذه الطاقه لهم، فعندك وقت انه انت توقفين هذا الهدف وتقفلين الهدف بطريقه صحيحه وسليمه. لا تفجعين نفسك، اقترح عليك انك تحضرين نهايه القصه عشان تعرفين كيفيه اغلاق الهدف، لانه اغلاق الهدف موحش بالنسبه للانسان، موحش يعني خصوصا يكون مرت كم سنه، وخصوصا لما في اللحظة اللي يكون الهدف هو هويتك، لما يعبر عنك يكون هو شكل من أشكال هويتك، يكون مؤلم كثير إزالة هذا الهدف. فمهم أن نمر بمراحل صحيحة، نزيل المشاعر الغلط أو الأفكار الغلط عشان نوصل لإطمئنان وحنا نقفل هذا الملف.